صحيح، وفما نقطة أخرى يلزمنا أن نبهولها، خاصة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أنه في كل مرة وين عندنا شهيد نبقوا متحيرين على مصير عائلته. اليوم الشهيد هذايا نفس الشيء، من وسط معناها بسيط، وسط فقير، نزيدوا عليه أنه والدته عندها إعاقة، أخته بطالة، مرته بطالة، يظهر لي لفتة أيضا عائلته واجب هذا أيضا تجاه العائلة هذه. بالتالي لابد من إيجاد حل للناس هذوما، معناها مش معقول ديما نبقوا متحيرين على مصير عائلاتهم. الدولة التونسية لازمها تتحمل مسؤوليتها، لازمها توجد آلية. تتصور أنت معناها المرأة معاقة، ولدها شهيد ومرته بطالة، وشفت أنت كيفاش يسكنوا في الريف، معناها وضعية مزرية بالرسمي، تزيد تضرب عام ولا عامين وهي تجري على حكاية لانتريت وغيرها. هذا اللي مش معقول. الدولة يلزمها أولا بالإجراء هذا هي باش تكرم شهدائها، ثم باش تعطي معناها إشارة الباقي المسؤولين وباقي المواطنين ككل، أنه اللي باش يستشهد في سبيل البلاد هذية راه ماهوش باش يضيع، وعائلته ماهيش باش تضيع من بعده. شفنا في عديد الحالات كيفاش عائلات كانت باش تضيع، وبالتالي لابد من إيجاد حل عاجل للعائلات هذه ونبدو من عائلة شيء.